ازيكم يا حلوين؟ النهارده هنعمل وصفه سهله جدا وحلوه قوي وتجاريه جدا وتنفع هدايا كمان جميله جدا وبتخلص في مفيش ومش ممكن حد يعملها غلط ولا يتلخبط فيها ولا اي حاجه. بصوا، هنعمل ليب بالم، بس مش ليب بالم عادي، لا، هنعمل ليب بالم اللي بينفخ الشفايف، يعني هيرطب في نفس الوقت هينفخ. عشان نعمل بقى الليب بالم ده هنعمله ازاي؟ بصوا هنا، انا هعمل 50 جرام، بس مش هعمل 100 جرام. انا اخدت هنا من شمع النحل الابيض، اخدت منه بالظبط 13 جرام. النوعية دي ده طبيعي 100%. بصوا طري ازاي، انا جبته من موقع اسمه بلاك لوتس، لهم محلات في بعض المولات وكده، عندهم حتى محل جنبي في اركان، يعني ده بيبقى طبيعي 100%. لو لقيته في اي حته تانية مفيش مشكله خالص. فانا هنا اخدت منه بالظبط 13 جرام. وهضيف عليهم 10 جرام من زبدة المانجو. دي زبدة المانجو، جبتها من مصنع ليبجي، عندكم اللينك تحت في صندوق الوصف. طبعا الناس اللي بيتابعونا من بره مصر يقدروا يخشوا بقى من على اي موقع يطلبوا بقى الحاجات دي ويديلهم. هنا انا هضيف 11.5 جرام من زبدة الكاكاو. هضيف بالظبط 12 جرام من زيت جوز الهند البكر، عشان احنا في الصيف فهو لسه سائل، لكن في الشتاء بيكون متجمد. زيت جوز الهند البكر ده اللي هو الفيرجن كوكونات اويل، بيبقى شفاف كده وله ريحة جوز الهند، وفي الشتاء بيكون مجمد تماما يعني، ولو حطيتيه في التلاجة طبعا بيبقى مجمد. دلوقتي انا عندي 2 اوبشن، يا اما ان انا ادوب الكلام ده في الميكروويف، يا اما ادوبه على حمام مائي سيان، زي ما يعجبك. بصوا انا هنا دوبته في الميكروويف، خدت تقريبا 2 دقيقة، عملتها 30 ثانية في 30 ثانية في 30 ثانية وهكذا، بس طبعا كل واحد وعلى حسب الميكروويف بتاعه، يعني مفيش قاعدة ثابتة في الوقت في الميكروويف، والاسهل طبعا تحطوه على الحمام مائي، بس انا يعني استسهلت في الوقت يعني. بصوا هنا بقى انا هضيف 0.5 جرام من المايكا الخضراء، هي مش هتدي لي مش هتطبع على الشفايف يعني، بس هي هتدي روح النعناع، علشان احنا عاملين الليب بالم ده بالنعناع عشان ينفخ الشفايف، فعايزه ادي له ايه لون يليق عليه. فهنا انا هضيف 0.5 جرام. هو لسه هنا سخن سنه، فهستنى عليه يعني يهدى سنه، وبعد كده اضيف بقى الفيتامين اي والعسل وزيت النعناع. بصوا انتوا تقدروا تضيفوا بدل العسل تقدروا تضيفوا سكر دايت، بس انا يعني بميل اكتر للمواد الطبيعيه، ما ينفعش ان انت تضيفي سكر عادي هيبوظه. وهنضيف فيتامين اي طبعا علشان يحافظ على الزيوت بتاعتي، هو مضاد للأكسدة، وهضيف منه بس 0.5 جرام.
بصوا دلوقتي بعد ما درجة الحرارة نزلت شوية، أنا هضيف معلقة صغيرة من العسل النحل الطبيعي علشان يديله فليفر كده مسكر يعني. وهضيف نص جرام من فيتامين اي، تقدري تضيفي كبسولة، لكن انا عندي الفيتامين اي جايبة ازازة كبيرة. هضيف بقى جرام ونص من زيت النعناع، وده اللي هيعمل لي حساسية في الشفايف، فهينفخ الشفايف، هي دي الفكرة بتاعته. زيت النعناع هو اللي هينفخ الشفايف. كده بقى بسرعة قبل ما يبتدي يجمد ابتدي انزل في العبوات بتاعتي. انا جايبة عبوات كده تن صغيرين كده، وهبتدي انزل فيه. دلوقتي انا هشيلهم في التلاجة مفيش 10 دقايق، وارجع لكم تاني اوريكم الليب بالم بتاعي عامل ازاي. بصوا هنا بقى بعد لما جمد، بصراحة انا يدوبك سبت 10 دقايق، حتى ما دخلتوش التلاجة، لقيته تجمد يعني. بصوا احساسه حلو جدا على الشفايف، وفعلا حاسه ان انا شفايفي كده تكلينج يعني، كده بتاكلني كده، وحاسه ان هي بتتنفخ يعني. ده جميل جدا وطعمه حلو وبينفخ وبينعم، جميل قوي والله، لازم تجربوه.